السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابة لجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية التي تحدثت وقالت على أن سيارة تابعة لمنقبين موريتانيين تم قصفها مباشرة بعد الشبر الأول لدخولها في المنطقة العازلة، وقالت أيضا على أن القصف تم بطائرة بدون طيار. وبطبيعة الحال طائرة بدون طيار، نقصد هنا العصافير المسيرة التابعة لسلاح الجو للقوات الملكية الجوية. بالرغم من أنني أضع بعض علامات الاستفهام على تاريخ نشر هذا الخبر، توقيت نشر هذا الخبر، إذ يتزامن مع زيارة ديمستورا إلى موريتانيا. ديمستورا الآن متواجد في موريتانيا، ووجود بعض الزيارات المتبادلة ما بين موريتانيا وزريبة الفخاخير، إلا أنه يجب أن نضع بعض النقاط على الحروف. أولا، لا يحق لأي مخلوق، يكون موريتاني، يكون جزائري، يكون تشادي، يكون مالي، يكون من زريبات من مرتزقة البوليز، ما كاين شي حد غادي يدير رجليه في المنطقة العازلة بدون إذن القوات المسلحة الملكية المغربية. هذه أراضي مغربية، فما بالكم إن كانوا منقبين باغي يدخلوا لهذه المنطقة باش ينقبوا على الذهب. هذه أراضي مغربية، اللي غادي يدخل غادي تبندر شكون ما كان. بالرغم من أنني أتحفظ وأضع علامات استفهام على تاريخ نشر هذا الخبر من طرف وكالة الأنباء الجزائرية، إلا أنني أقول أيا كان من يدخل للمنطقة العازلة فمصيره الهلاك والتبندير ولا شيء آخر غير ذلك. هذه المسألة واضحة، مسألة معروفة، مسألة أصبحت واضحة للجميع، يكون موريتاني كما قلت أو يكون شكون ما كان. الحديث الآن عن مقتل من كان يتواجد في هذه السيارة لحاول دخل المنطقة العازلة باش أنهم يمشوا ينقبوا عن الذهب أو ما إلى ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى، لاحظت على أنه الحسابات ديال مرتزقة البوليزاريو والأبواق الإعلامية ديالهم بدأت تروج في المسألة ديال أن المغرب يقتل مدنيين، المغرب كيضرب مدنيين، المغرب يفعل كذا، وتلك الأسطوانة المشروخة اللي كيحاولوا يلعبوا عليها طالما على أنهم ما قدروش منذ 13 من نوفمبر 2020 على أنهم يديروا شي إنجاز عسكري على أرض الواقع. طبعا الحال حنا عارفين الواقع شنو فيه، التبندير ولا شيء آخر على ذلك، فانقلبت يعني الأمور، قلبوا الموضوع من نصر عسكري وغادي ينتصروا وغادي يخترقوا الجدار وغادي نديروا وغادي نفعلوا إلى البكاء والدعاء المظلومية والمغرب كيقصف المدنيين وهذه الأسطوانة المشروخة. وكما نقول دائما متابعينا الكرام، فالمنطقة العازلة هي منطقة محرمة، لا يهمنا من يدخل هناك، لا يهمنا الجنسية ديال ما تدخل شكون يدخل هناك، فمن يدخل يحتاج إلى إذن المغرب وإذن القوات المسلحة الملكية المغربية أولا وأخيرا. متابعينا الكرام، قبل الختام أوجه التحية الخالصة لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية في جميع الفروع الجوية البرية البحرية، في الحزام، في الحدود، وفي جميع المناطق، فتحية خالصة لهم. أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.